أعلنت وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، وتتضمن خدمات رقمية للمستثمرين الصناعيين، وهي تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق الكروت البنكية وفروع البنوك. وأشارت وزارة الصناعة إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء والسجل الصناعي. Thank you.